السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي اربع قطع هالمره، ثلاث حايلات كبار يعني، وتك مخلف. الحايلات اكو بيهن يعني ما اتوقع اكثر من سنه ونص، وواحد لا كبير سنتين او اكثر، ويعني حجم كلش قوي. هذا عندنا رقم واحد، هذا الطير لسانات مال خوف، بس طير بدع. هسه راح تشوفوه، هذا واحد من الحايلات، تشوفونه كلش حلوه وقويه، دبله تقريبا سنتين ثلاثه. هاي اول عزله له، طير باوع حتى بعد ما ننظف روحه، يعني ما ننظف الريش ماله. شوفه، هذا رقم اثنين. رقم اثنين فتح بالبست، بس الحنجره شنو يعني بالبست ومخنوقه، حنجره باون. هسه الطير ذي يشخشق، شوفه الطير ما يبطل شخشقه، كلش حلو ومميز. هذا هم كبير بالعمر، يعني سنه ونص، مو كلش كبير. هذا خشونته هم حلوه قويه. هذا الثالث المخلف مالتن، هسه راح تشوفون شلون فرق يعني بالفتحه. دائما احنا قايلين المخلف يفتح اسرع واسهل، هذا المخلف يعني تقريبا حكاله اربع خمس لسانات، ولسانات واضحه لشده ورد، الورد ورد واضح، الجيب حلو، فالشي كلش حلو مميز. يعني تسمعون اللغات مالته، مع العلم يعني اللغات اللي ببطنه موجوده ببطن هذين البقيلين، كل من مكان واحد. هذا المخلف رقم ثلاثه، وهذا الحايل هذا رقم اربعه. هذا حتى معزل ثاني، يعني نعرف انه ما يفتح، لان طير كلش كبير بالعمر، وطير كلش خشن. شوفه خشونته كلش حلوه وقويه، باوع وكبير بالعمر، حتى لا فتحته ولا بدك تعلم من ذا عذب انا وتعب، لان ادري بيه ما يفتح. هذا هم بده يشخشخ، هو ما شاء الله. هذا رقم اربعه راح يصير. تحياتنا.